السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادخل. تعال يا حبيبي. تقبل الله ست الكل. تقبل مني ومنك يا رب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مالك يا حبيبي؟ سلامتك. أنا بس عارف إن الظروف اليومين دول مش أحسن حاجة. والله أنت مش عارف أنا حاسس بإيه إني هسيبك وأمشي. بس خاص من عني. الأجازة هتخلص وبعد بكرة لازم أكون في الشغل. عشان خاطر ما تزعليش مني، حقك عليا. أنت عارف إن أنت أكتر واحد بتفكرني بأبوك الله يرحمه. لما بقعد أتكلم معاك وأسمعك بحس إن هو لسه عايش ما ماتش. قادر إن أنا أتحرم منه على طول. بس اللي مصبرني يا حبيبي إن حسك في الدنيا. آه أنت بتغيب عني كتير بس برضو بترجع لي، بشوفك وبطمن عليك. بص يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، ما تشيلش همي. لو عايز صحيح تفرح قلبي ارجع لي بالسلامة. ارجع لي يا حبيبي وخلي بالك من نفسك. بس انت دايلي. دايلك من قلبي يا حبيبي. احفظ المحفظ اللي زيه يا رب يا رب. توجع قلب أم عليهم يا رب.